جسمي مكسر كده ليه؟ واحد اتنين ايه اللي انا كنت فيه امبارح ده؟ ربنا يهديك يا خالد، طلب لنا الليله نيله. اوف، وسالم فين؟ سالم فين؟ ايه يا راجل انت ده؟ انت سايبني لوحدي في الهبل اللي انا فيه ده؟ امبارح كان في يعني بلاوي ايه؟ ايه؟ اتكسرت؟ وما تقوليش يا سالم؟ لا انا جايه لك على طول. طيب باي باي، اقفل اقفل اقفل. يلا رجاله، النهارده اخر تمرين لينا قبل الماتش، بكره مش عايز تمريرات طويله، تمام؟ طارق مش عايز الفيرول بتاعهم يغيب عنك، بكره عايزين نركز في الملعب وبس. اظن الكلام واضح. ياسين خليك معايا، مفيش وقت للهزار، بطل سرحان بقى. يلا رجاله بكره صوت في الملعب، يلا. انت فين يا واد يا نادل انت؟ موجود اهو. في حاجه في الابلكيشن ولا ايه؟ هو انا ما بقاش في بيني وبينك غير الابلكيشن ولا ايه؟ يا واد بطمن عليك، بشوفك فين؟ والله مشغول في التمرين بتاع الماتش بتاع بكره ده. ربنا معاك يا حبيبي. بقول لك ايه، ممكن اطلب منك طلب رخم شويه يا زوزو؟ يا روحي قول. ممكن تيجي الماتش تتفرجي عليا بكره؟ عشان انا خايف، ولو جيتي مش هبقى خايف. لا ازاي، هاجي لك يا حبيبي طبعا، بس عايزاك ايه؟ في الماتش اسد بياكل النجيله. اوكي يا روحي، باي يا حبيبي. ايه اسد بياكل النجيله دي؟ عليكي كلام يا زوزو، اسد بياكل ده حمار مش اسد. اهلا، نورتي. قاعد جوه في البلكونه. خليك زي ما انت، زي ما انت. انا مش فاهمه، انت ليك حد غيرنا عشان تعمل معاه اللي انت بتعمله ده؟ تقع وتتكسر وما تقوليش اللي حصل؟ ده شرخ بسيط، الدكتور قال لي اسبوعين بالكتير وهيفك الجبس. يا سلام، تقوم ما تقوليش، اكلمني يا اخي، طمني. طيب ما هو ده اللي مضايقني يا اخويا، مش عارف اكلمك، مش قادر انزل عشان اشوفك. يا سلام، بقى اللي مشاعره تجاه حد كده ما يقدرش يقول له حتى حصل له ايه؟ ما انت عارفاني كويس، انا ما بحبش حد يشوفني وانا ضعيف. انا حد يا سالم؟ انت احلى حد، انت الحد اللي اهم من كل الحدود اللي في حياتي يا زوزو. انا بس ايه انت في ايه انت؟ ولا في ايه؟ تشربوا حاجة؟ وحد يجي له نفسه يشرب بعد تشربوا حاجة دي؟ انا الحاج عليا ان انا جاي اشوفكم تشربوا حاجة ولا ما تشربوش؟ خلاص هشرب شاي. لا ما عندناش الشاي دي. ايه؟ ما عندناش. في بيت في الدنيا مفيهوش شاي؟ مفيش. وبعدين؟ اشرب اي حاجة، بس قولي. لازم يا رب غوري.